تعمل الحرف بقى كده. تمام. الحرف التاني ده عيب عيب قماش صح؟ هو ايه؟ اتنين جنب بعض. دي عيب قماش. كسرة في كسرة. نبدأ حتة تانية. ممكن نلاقي العملية كسرة برضه في القماش. ايوه. زي الكسرة دي كده. زي دي. ايوه بعيد الحرف خالص اهي. هي المفروض اصلا ان هي الحرارة بيعملها خالص. ده عيب قماش. قماش اصلا داخل عريض قوي واحنا لمين العرض.